أكدت البروفيسور سامية شوماني رئيس قسم في الأمراض المعدية بمستشفى رويبة خلال تدخلها في برنامج هذا الصباح، أكدت أن الوضع خطير وعلى المواطنين احترام التدابير الوقائية لا سيما مع ارتفاع عدد المصابين يوما بعد يوم. أنا نقول لهم نعم رانا تعبانين، نعم رانا في حالة إرهاق وحالة نفسية صعبة، لكن نوعدكم احنا كطاقم طبي جامي راح نستسلموا، ما يكونش فيها استسلام، إن شاء الله رانا كامل متحدين باش نقاوموا هذا الوباء. بصح نطلبوا من المواطن الجزائري يوقف معنا وماشي ضدنا، يعاوننا. لازم تكون هناك تدابير، هذه الوقائية لازم تؤخذ بطريقة صارمة وبطريقة يعني أكيدة باش نقدروا نتغلبوا على هذا الوباء. هذا واش نقدر يعني نقول لهم. وما الخروج إلا للضرورة، يعني للضرورة القصوى. إلا للضرورة. التباعد، حمل القناع، الوقاية الصحية حاجة يعني مفروغ منها. لازمنا نتعلموا نتعايشوا مع هذا الفيروس.